بكم أعزائي التلاميذ في فيديو جديد وخاصة تلاميذ سنة الثانية إعدادي فيديو جديد مع درس جديد درسنا اليوم الحساب الحرفي التبسيط النشر والتعميل تعريف الحساب الحرفي الحساب الحرفي هو حساب يتم على تعابير تتكون من حروف وأعداد معلومة ويستعمل لاختصار النص الرياضياتي مثال أ تساوي ناقص واحد زائد جوج أ ناقص أربعة زائد جوج فاصل أربعة أ ب تساوي ثلاثة إكس زائد جوج أ زائد ثلاثة و س تساوي ربعة إكس زائد عفوا ناقص جوج أ تعريف التبسيط تبسيط تعبير هو اختصاره اي تصغيره او كتابته باقل ما يمكن من العمليات قاعده لتبسيط تعبير بمجهول واحد نجمع الاعداد المرتبطه بالمجهول في جهه والاعداد المعلومه في جهه اخرى بالتمارين ان شاء الله غنفهموا اكثر هالطريقة الطريقه كيفاش مثال مثال الاول ا تساوي ناقص واحد زائد جوج ا ناقص أربعة زائد جوج فاصلة أربعة ا ديما غنرد المجاهيل هما الأولين اللي كنحط بحال جوج ا وجوج فاصلة أربعة ا دونك جوج ا زائد جوج فاصلة أربعة، أ وعاد المعالم بو الجهة اليمنى ناقص واحد ناقص أربعة تساوي جوج أ زائد جوج أربعة هي أربعة فاصلة ربعة كنجمع جوج زائد جوج هي أربعة, أربعة أ. ناقص واحد ناقص أربعة إشارة متشابهة عند الجمع هي ناقص خمسة مزيان مثال الثاني ب تساوي ناقص ثلاثة إكس زائد جوج ناقص واحد زائد ثمانية إكس كما قلنا المجاهر على الجهة اليسرى والمعالم الجهة اليمنى تساوي غنحط ناقص ثلاثة إكس وزائد ثمانية إكس ناقص ثلاثة إكس زائد ثمانية إكس زائد جوج ناقص واحد ناقص ثلاثة زائد ثمانية هي خمسة ثمانية ناقص ثلاثة هي خمسة إكس وجوج ناقص واحد هي واحد زائد واحد ندوزو المثال الآخر سي تساوي جوج تي ناقص نحل القوس ناقص سبعة تي زائد خمسة ونصدو القوس إذا جوج تي ناقص في ناقص هي زائد عقلو على القاعدة سبعة تي وناقص ناقص في زائد هي ناقص خمسة تساوي جوج تي زائد سبعة تي هي تسعود تي ناقص خمسة قاعدة لتبسيط تعبير بعدة مجاهيل أو بمجهول واحد ودرجات مختلفة، نجمع الحدود المتشابهة. مثال: أ تساوي نحط واحد الصيغة هنايا، ناقص سبعة إكس زائد جوج أ ناقص 3 زائد أربعة إكس ناقص ستة أ زائد واحد كما قلنا غنجمع المجاهيل على اليسار، والمعالم على اليمين وحتى المجاهيل عندنا نوعان عندي إكس وعندي أ دونك نجمع لي إكس هما ناقص سبعة إكس غندير لي إكس بوحدهم دونك غندير لي على الكاميرا تقديتها ناقص سبعة إكس زائد ربعة إكس وندوز لي أ زائد جوج أ ناقص ستة أ زائد جوج أ ناقص ستة أ ها هي وعاد المعالم اللي هي ناقص ثلاثة زائد واحد وكنجمع كل وحدين بوحدتهم تساوي ناقص سبعة زائد اربعة هي ناقص ثلاثة إذا ناقص ثلاثة إكس ناقص ثلاثة إكس سمحوا لي راه كنحاول نقد الكاميرا حيث ولات تتزومي لي بزاف انا غنقدها، ناقص ثلاثة إكس ناقص اربعة أ جوج أ ناقص تا هي ناقص ربعة أ ناقص ثلاثة زائد واحد هي جوج المثال الثاني كيقول ب تساوي ستة أ إكس زائد 3 أ زائد 4 ناقص 8 إكس ناقص 4 ناقص أ زائد جوج إكس كما نشدو 6 أ إكس غنحطوها ونشوفو واش كاينه شي أ إكس أخرى دونك ما كاينش وغنحط حداها 3 أ زائد 3 أ ونقلب على شي أخرى دونك كاينه زائد 3 أ ناقص أ ونشوف بنو بانولي واحد لي إكس غناخد ناقص تمنية إكس زائد جوج إكس نجمعهم تا X حيت إكس بوحديتهم ناقص تمنية إكس زائد جوج إكس وهاد المعاليم لي هي زائد ربعة ناقص ربعة نحطوها زائد ربعة ناقص ربعة تساوي ستة أ إكس هي بوحديتها تلاتة أ ناقص أ هي زائد جوج أ زائد جوج أ ناقص تمنيه إكس زائد جوج إكس، ندير عملية الفرق هي ناقص ستا إكس، زائد ربعه ناقص ربعه هي زائد صفر، وبقاتلي ب تساوي ستة أ إكس زائد جوج أ ناقص تا إكس. تعريف النشر، النشر هو تحويل تعبير على شكل جداء إلى تعبير على شكل مجموع أو لو فرق قواعد النشر لتكن أ و ب و س و ك أعداد جذرية ك بين قوسين أ زائد ب كتساوي كنفرق ك في أ زائد ك في ب تساوي ك أ زائد ك ب نفس الشيء بالنسبة لكافى في أ ناقص ب بين قوسين كتبتلغي الإشارة تساوي كا ناقص كا وكذلك كافي نحل القوس ا آة ناقص ب زائد سي تساوي كا ا آة ناقص كا ب زائد كا في سي اللي هي كا ناقص كا زائد كا مثال ا آة تساوي ي في نحل القوس أربعة زائد تي سد القوس إذا ي في أربعة كنفرق في أربعة هي الأولى ونحط الإشارة اللي عندي عندي زائد في حل القاعدة ي في تي تساوي أربعة ي زائد ي تي المثال التاني يقول ب تساوي ناقص اثنان ا في نحل القوس ناقص خمسه زائد تلاته اكس ناقص سبعه ب انستر القوس اذن شكدير كندير ناقص جوج ا في ناقص خمسه هي الاولى اه هي ناقص جوج ا في ناقص خمسه ونحط هذيك الاشاره زائد اه هي نعود كذلك ناقص جوج أ في تلاتة إكس، ونحط الإشارة الخرال هاد ناقص كنهبطها، وندير كذلك ناقص جوج أ، في ناقص سبعة بي. إذن تساوي ناقص في ناقص هي زائد، وجوج في خمسة هي عشرة. ناقص في زائد هي ناقص، وجوج في تلاتة، جوج في ثلاثة هي ستة، أ إكس، وهذيك زائد في ناقص غتولي ناقص، وعاد ناقص نضرب ناقص في ناقص ساعتين زائد، جوج في سبعة ربعتاش، أ بي، حقلوا على الإشارات مزيان كي كنخدموهم، تساوي عشرة أ. نستعملو ديما بالأقواس كيعاونو، ناقص ستة آه أ إكس خاصة في الإشارة، ناقص ربعتاش أ آه بي، قواعد أخرى للنشر، لتكن أ آه و بي و سي و د أعداد آه جذرية أو أعداد جذرية عفوا، أ آه زائد بي بين قوسين في سي زائد د بين قوسين تساوي. A في C يعني A C زائد أ D زائد B C زائد B D A ناقص B الكل في C ناقص D تساوي A C ناقص أ D ناقص B C زائد B D A زائد B بين قوسين في C ناقص D تساوي A C ناقص أ D زائد B C ناقص B D بقي لدينا آه. صيغة أخرى، أ آه ناقص ب بي بين قوسين في س زائد دي. تساوي أ س زائد أ د ناقص ب ناقص ب <applause> تذكير خاصية الإشارات. <applause> هادو الإشارات فاش كتلقاو في الأعداد إشارات ومتتعرفوش شنو تحطو واش زائد ولا ناقص، إذن. عندي زائد، إلا كانت في زائد، كتعطيني زائد. لقيت إشارة زائد في إشارة ناقص، كتعطيني ناقص. لقيت ناقص في زائد تساوي ناقص. لقيت ناقص في ناقص تساوي زائد. أمثلة أ تساوي، نحل القوس نديرو ستة، ناقص تي، نسدو القوس في، نحل القوس سبعة، زائد أ. دونك طيب كما القاعده غنشدو تساوي نضربو ستة في سبعة ونحطو هاد الاشاره زائد ستة في ا عاد نرجع للتي ندير ناقص ستة في سبعة وناقص في زائد اشارة درس الاشارات اللي قرينا هي ناقص تي في ا صافي وكم دا نخرج عادي ستة في سبعة اثنين وربعين ستة أ ناقص سبعة تي دي. ناقص تي أ وانا خرجت العمليه المثال الثاني ب يساوي حل القوس ناقص اكس زائد جوج ست القوس في ناقص ثلاثة ناقص ب بي بين قوسين اذا غنشد ناقص اكس نضربها في ناقص ثلاثة ونحط هاد الاشاره ناقص لي عندي وندير عاوتاني ناقص اكس في ب، ونرجع الإشارة الاخرى زائد، جوج في ناقص ثلاثة. وعاوتاني زائد في ناقص شنو كتعطيني؟ كتعطيني ناقص جوج في ب، تساوي ناقص في ناقص هي زائد، إكس في تلاتة هي تلاتة إكس، ناقص في ناقص هي زائد، في زائد ديال ب هي زائد، اذا إكس ب، زائد في ناقص هي ناقص جوج في تلاتة ستة. ناقص في زائد هي ناقص جوج بي وهنا خدمت العملية ممكن إذا تساوي ثلاثة إكس زائد إكس بي ناقص ستة ناقص جوج بي عفوا ناقص ستة النشر باستخدام المتطابقات الهامة المتطابقات الهامة تقول أ زائد بي الكل أس اثنان تساوي أ أس اثنان زائد اثنان أ بي زائد ب اثنان لدينا أيضا أ ناقص ب لكل اثنان تساوي أ أس اثنان ناقص اثنان أ ب زائد ب اثنان أ ناقص ب بي بين قوسين في أ زائد ب تساوي أ أس اثنان ناقص ب اثنان أمثلة هذه أمثلة للمتطابقات الهامة تمارين ناخدو مثال ديال أ زائد تلاتة لكل أس اثنان تساوي كنشد العدد الأول أ كندير ليه أس اثنان وعندي هنا إشارة عندي زائد كنحط زائد بحال خاصية المتطابقات زائد وندير اثناني في نضربها في العدد الأول هو أ ونضربها في العدد الثاني هو ثلاثة والإشارة الثانية دي ما كتكون زائد زائد 3 أس 2 وكان خرج تساوي أ أس 2 زائد جوج 3 ستة أ زائد 3 أس 2 هي هادي هذا مثال الخاصية الأولى ندوزو لتمرين آخر عندي إكس زائد Y لكل أس 2 تساوي نفس الطريقة نشد إكس أس 2 عندي الإشارة زائد كنحط زائد هانتو ما كتشوفو في العدد اللي هو إكس العدد تاني هو إيجراج زائد عفواً هنا زائد إيجراج أس إتنان تساوي إكس أس إتنان زائد جوج إكس إيجراج زائد إيجراج أس إتنان مثال اخر الخاصية المتطابقات الهامة عندي إكس ناقص خمسة كل اس اثنان تساوي عندي إكس اس اثنان وتم عندي اشارة ناقصة نحط ناقص اثنان في عدد الاول هو x والعدد الثاني هو خمسة زائد هنا ديما تتكون زائد اشارة ثانية دائما موجبة خمسة اس اثنان تساوي x أس 2 ناقص جوج خمسة هي عشرة x زائد خمسة وعشرين مثال آخر لهذه الخاصية غنديرو جوج ناقص y كل أس 2 تساوي نفس الطريقة 2 أس 2 عندي إشارة ناقص غنحط ناقص 2 في وغنحط اثنان. نضربها في Y زائد Y أس 2 تساوي أربعة ناقص جوج جوج هي 4 زائد Y أس 2 مزيان ندوزو لخاصية أخرى ومثال آخر خاصية جديدة إكس ناقص اتنان في إكس زائد اتنان هذه متطابقة هامة على شكل ناقص ب في أ زائد ب تساوي إكس أوس اثنان ناقص اثنان أس اثنان عفوا هنا الكاميرا كانت كتحرك لي اثنان أس اثنان تساوي إكس أوس اثنان ناقص جوج أس اثنان هي ربعة وغادي نديرو تذكير للخاصية ا ناقص ب في ا زائد ب تساوي ا أس اثنان ناقص ب أس اثنان هذا غير تذكير <تضحن> <تضحن> ناخد مثال آخر ستة إكس ناقص زائد واحد في ستة إكس ناقص واحد نفس الطريقة تساوي ستة إكس كل أس اثنان ناقص واحد أس اثنان تساوي ستة في ستة ستة وثلاثين إكس أس اثنان ناقص واحد وهذا ما أمثلة حول المتطابقات الهامة في عملية النشر تعريف التعميل التعميل هو عكس النشر أي تحويل تعبير على شكل مجموع أو ولا فرق إلى تعبير على شكل جداء كيف نعمل؟ لتعميل تعبير نبحث أولا عن العامل المشترك ثم نعمل به مثلا العامل المشترك بين ك في أ وك في هو ك قواعد التعميل ا و ب و اعداد حقيقيه ك في ا زائد ك في ب تساوي ك نحل القوس ا زائد ب نسد القوس قاعده الثانية كتقول ا و ب و اعداد حقيقيه ك ا ناقص ك ب تساوي ك في ا ناقص ك في ب كنجبد هذاك كن هو العامل المشترك اذا تساوي ك في نحل قوس ا ناقص ب كا ا ناقص كا ب زائد كا سي اذا لاحظنا العامل المشترك هو كا كنخرجوه نديرو تساوي كا ونحلو القوس شنو بقى لنا ا نخليو الاشارات كما هما ناقص ب زائد سي ونسدو القوس امثله المثال الاول يقول ا تساوي 35 اكس ناقص خمسة إكس أوس اثنان زائد خمسة عشرة إكس إيكغاك، إلا لاحظنا كيبان لينا راه إكس كاين في العدد بتلاتا و كتبان لنا واحد خمسة كاين في العدد بتلاتا، إذا خمسة إكس فاش كنضربها باش تعطيني خمسة و تلاتين، كنضربها في سبعة، ناقص خمسة إكس في إكس، زائد خمسة إكس، نضربها في تلاتا باش تعطيني خمسطاش و إيكغاك. اذا هنا لقيت بلي خمسة اكس هو العامل المشترك ما بين الاعداد بثلاثة تساوي خمسة اكس نحلو القوس نحطو الاعداد اللي بقاو سبعة ناقص اكس وزائد ثلاثة إيكغيك سدو القوس مثال آخر ب تساوي اتناشر لإكس أوس إتنان ناقص 8 اكس كتبان لي هنا 4 مشتركه وكتبان لي اكس مشتركه اذا 4 اكس كنضربها في 3 اكس باش 4 في 3 كتعطيني 12 و واكس في اكس كتعطيني 2 اكس اس 2 وناقص 4 اكس كنضربها في 2 باش تعطيني 8 اكس اذا 4 اكس هو العامل المشترك كنخرجوا ونحل القوس بقات لي 3 اكس ناقص 2 وسط القوس قواعد اخرى للتعميل أ في سي زائد أ في د زائد ب في سي زائد ب في د. إلا لاحظنا كيباننا في الجزئين الأولين أ هو العامل المشترك، إذا أ في سي زائد د، زائد وفي الجزء الثاني والتالت ب هي العامل المشترك ب في سي زائد د، تساوي سي زائد د ولات هي العامل المشترك في العمليتين بجوج، إذا سي زائد د مضروبة في أ زائد ب. كذلك ا س ناقص ا د زائد ب سي ناقص ب د تساوي ا في نحلو القوس س ناقص د زائد ب في نحل القوس س ناقص د س ناقص د هو العامل المشترك، اذا س ناقص د مضروبه في ا زائد ب هذه عمليه تامل امثله مثال ا تساوي جوج اكس زائد تمنيه زائد إكس يغريك زائد أربعة إيكغاك، إذن تساوي كيبالي هنايا جوج في إكس زائد جوج في أربعه زائد إكس في يغريك زائد أربعه في إيكغاك، الجزئين الجزأين اللولين لي جوج هو العامل المشترك كنخرجو، إذن جوج في إكس زائد أربعه، نسد القوس. زائد تانية كتب لي إكراك العام المشترك في إكس زائد أربعة هنا عاو تاني بنت لي زائد أربعة كلها عامل مشترك إذا تساوي نحط إكس زائد أربعة في الأول في نحل واحد القوس ندير إثناني اللي زائد إكراك فأنا عملت ب تساوي x ناقص ثلاثة زائد تسعود x أس اثنان ناقص سبعة وعشرين x x ناقص ثلاثة لي نخليها لحقاش بانت لي كاينة فحالها في الصيغة الأخرى هات تسعود x أس اثنان هي ثلاثة هي تسعود x في x عفوا ناقص تسعود x في ثلاثة إكس ناقص ثلاثة زائد نعمل بتسعود إكس تسعود إكس في ونحل القوس قطنا إكس إشارة ناقص نهبطها ثلاثة كنلاحظوا بلي إكس ناقص ثلاثة هي العامل المشترك إذا كنحطها هي الأولى إكس ناقص ثلاثة في نحل القوس هنا راه واحد مخبعه هي واحد حيت في واحد زائد تسعود إكس وهنا درت عملية تعميل التعميل باستخدام المتطابقات الهامة A2 إتنان زائد 2AB زائد B2 تساوي A زائد B بي بين قوسين الكل A2 A2 ناقص 2AB زائد B2 تساوي A ناقص B بي الكل بين قوسين A2 A2 ناقص B2 تساوي A زائد B في A ناقص B أمثلة سؤال عمل ما يلي نعطيه هنا بعض الأمثلة أ تساوي إكس أس اثنان زائد أربعة إكس زائد واحد تساوي خصني نحاول نخرج منها متطابقه هامة الاول كيكون اس 2 يعني اكس اس 2 الاشاره غنخليها كما هي زائد ندير اثنان في ندير 2 فاش ندير في اكس هي الاولى وفاش خصني نضربها خصني نضربها في جوج باش تعطيني دونك زائد واحد هي واحد اس اثنان دونك ها متطابقه هامه ا زائد اس اذا تساوي نحل القوس اكس الإشارة زائد نهبطها واحد كل أس اثنان مثال تاني ب تساوي خمسة وعشرون إكس أس اثنان زائد ثلاثون إكس زائد تسعة تساوي خمسة في وعشرين هي خمسة في خمسة وإكس هي إكس في إكس يعني خمسة إكس كل أس اثنان وديك الاشاره زائد غنهبطها زائد ديما نخرج جوج في العدد الاول هو 5 اكس 5 اكس اذا جوج في 5 شحال كتساوي جوج في 5 هي 10 وفاش خصني نضرب 10 باش تعطيني 30 يعني خصني نضربها في 3 باش تعطيني 30 اذا جوج في 5 اكس هي 10 اكس في 3 هي 30 ونرجع ندير زائد تسعود هي تلاتة في تلاتة إذا تلاتة أس اثنان تساوي نحل القوس نهبط خمسة إكس إشارة موجبة زائد تلاتة لكل أس اثنان المثال الثالث سي تساوي تسعود ناقص تمنية وعشرين إكس زائد 4 إكس أس 2 49 هي 7 في 7 يعني 7 أس 2 إشارة سالبة نهبط ندير ناقص جوج في العدد الأول هو 7 إذا جوج في 7 هي 14 فاش خصني نضربها باش تعطيني 28 14 غنضربها في جوج إذا في جوج إكس باش تعطيني كل شيء 28 إكس جوج إكس زائد شنو هي 4 هي جوج في جوج إذا جوج إكس لكل أس 2 تساوي نحل القوس سبعة الإشارة ناقص ندير ناقص جوج إكس ونسد القوس ندير كل أس إثنان هكا عملنا حاولنا نخرج من هذا الصيغ متطابقات هامة الده تساوي تسعود إكس أس إثنان ناقص ثلاثين إكس زائد خمسة وعشرون شنو هي تسعود؟ هي في 3 إذا تلاتة إكس أس إثنان، إشارة سالبة عندي ناقص نخلي ناقص، وندير في، العدد الأول هو تلاتة إكس اللي خرجنا، إذا جوج في هي ستة، ستة، ستة فاش خصني نضربها باش تعطيني تلاتين؟ خصني نضربها في خمسة، زائد خمسة وعشرين هي خمسة في خمسة إذا خمسة وس إثنان تساوي نحل القوس ثلاثة إكس إشارة سالبة دونك ناقص خمسة نسد القوس وندير أس إثنان تساوي ربعة ناقص إكس أس إثنان شنو هي ربعة هي جوج أس إثنان ناقص إكس أس إثنان إذا كتساوي جوج ناقص إكس et voilà j'espère que vous avez bien compris ce cours si vous avez des questions n'hésitez pas de me contacter merci de votre attention à bientôt